أستاذ محمد، يعني في ظل كل ما يحصل الآن وفي ظل الخطاب الأخير الذي شهدناه من نعيم قاسم، دعنا نخطو مش خطوة واحدة، خلينا نروح ثلاث خطوات لقدام. هل كل شيء عم بيصير اليوم له تأثير بأي شكل من الأشكال على مستقبل الرئاسة في لبنان؟ نعم، كنت سأتطرق لهذه النقطة، لأن يعني كما ذكرتي المشكلة الأساسية في لبنان اليوم، في حين نرى أن إسرائيل توحدت خلف نتنياهو في اللحظة الأولى لهذه الحرب، في لبنان ليس لدينا سلطة متكاملة. هناك شغور في رئاسة الجمهورية، وهناك شغور في رئاسة أو في مجلس الوزراء باعتبار أنها حكومة تصريف أعمال، حكومة مستقيلة عمليا، وبالتالي هناك على ما يبدو شرط أمريكي أساسي قبل وقف إطلاق النار. الساعات الأخيرة في بيروت تقول الأخبار أن الأمريكيين يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان قبل وقف إطلاق النار، وربما تتحول في السياسة إلى أن تكون هذه الانتخابات شرطا من شروط وقف إطلاق النار، لأن الأمريكيين يريدون الأمريكيين والفرنسيين أيضا، ولكن بقيادة أمريكية، تريد أمريكا أن يكون هناك نصاب سياسي لحظة وقف إطلاق النار، أن يكون هناك رئيس الجمهورية وحكومة تتولى مهمة ويكون لها الشرعية، سلطة لها شرعية تتولى إرسال الجيش إلى الجنوب وتطبيق القرار 1701، لأن الحكومة الحالية هي بشكل أو بآخر حكومة غير فاعلة، وحكومة حكومة كان يقال عنها قبل الحرب حكومة حزب الله، حكومة شكلها حزب الله مع الرئيس ميشيل عون قبل نهاية ولاية ميشيل عون، وهو ميشيل عون رئيس يتبع لحزب الله وعينه حزب الله. وبالتالي لا تريد أمريكا أن نذهب إلى ختام هذه الحرب ونحن من دون حكومة أصيلة ورئيس جمهورية توافقي يستطيع أن يقود مفاوضات الترسيم البري وإرسال الجيش إلى الجنوب وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بمسألة وقف إطلاق النار، إن كان القرار 1701 أو أي قرار آخر يمكن أن يصدر إضافياً فوق 1701. وبالتالي نعم، نحن في أجواء انتخابات رئاسية في لبنان، وبالطبع هناك الصحافة اللبنانية بدأت ترمى الأسماء كما هي العادة، هنا ثلاث أسماء وهناك من حمل 10 أسماء إلى الدولة الفلانية، وبالتالي نحن الآن في خضم معركة رئاسية بدأت تكبر في بيروت. نعم، يعني تفاصيل كثيرة وضحت منك أستاذ محمد بركات، مدير تحرير أساس ميديا، شكرا لحضرتك.